إحنا رايحين نصطاد دب. باي باي يا هيربو. ممكن حرفياً تعملوا أي حاجة أنتوا عايزينها بالجامي بيرز، آيس كريم، صورة، شوكولاتة، وحتى منجنيق. هنستخدم 10,000 قطعة جامي بير لعمل ده. شوفوا معنا تحدي هيربو المضحك ليكم ولأصحابكم في الفيديو الجديد. سيداتي ساداتي، انتوا جاهزين؟ يبقى تفضلوا الدبابة بتاعتكم ويلا نبدأ تحدي هيربو. كل واحد على الترابيزة دي عايز يفوز، لكن مفيش غير واحد بس اللي هيكسب، اللي هيقدر يملى بقه كله بالجامي بيرز بشكل أسرع. ابدأوا اللعب. الدببة بتختفي واحد ورا التاني. يلا، مين الأسرع؟ مفيش حد بيقول أي حاجة طبعاً، وإلا الدببة هتقع بره الفم. السبق لسه شغال. في مجموعة متسابقين تعبوا فعلاً، دول حتى مش قادرين يبصوا على وحوش الجيلي الملونة الصغيرة خلاص. الولاد خرجوا، إيه أخبار البنات؟ إيميلي وكريستي بيواجهوا بعض في الدور النهائي، لكن مش مهم إيميلي حاولت قد إيه، كريستي حطت آخر دب في فمها، لكن لسه في مساحة فاضلة ما بين أسنانها. أوه واو، ده انتصار هيربو ساحق. شغلة هايل يا كريستي، إنتي عندك خدود مدهشة. يا شباب، كفاية قعد على الكنبة، ده وقت إننا نسخن عضلاتنا. يلا، التمرينات مفيدة ليكم. يلا خلونا نلعب مباراة فريق لو سمحتوا، لكن أصحابي مش عاجبهم اقتراحي. أعتقد إننا صديقة المجموعة كسلانين، لكن أنا عارفة حاجة مش هيقدروا يقاوموها. أنا هستخدم قوة هيربو، الدببة اللذيذة هتغري أصحابي إن هما يروحوا أي مكان حتى للجيم. المقاومة مش مفيدة يا أليكس. التحدي الجديد هو أكل كل الدببة من على تريدميل اللي عقمناه بشكل كامل قبل ما نبدأ. كريستي ما وقعتش ولا قطعة واحدة. إيميلي كمان أنجزت المهمة دي، الدببة بتروح على بقها على طول. تومي وصل بيهم لمستوى دببة تاني، مهمته أصعب، هو لازم ياكل الدببة من على مساحة التريدميل كلها. أليكس ما ضيعش ولا دب، هو مش بيخاف من السرعة ولا المسافات الصعبة. أليكس بيمضغ دببة هيربو تاني وبيعمل دوشة كتيرة. هي يا صاحبي، شارك الدببة اللي معاك لو سمحت. أكيد أنا هرمي شوية منهم في بقك على طول. ممكن نعمل منجنيك هايل لدببة هيربو من مسطرة طويلة. بولزاي، رمية حلوة، اديني أكتر. بالمنجنيك ده مش بس هتاكلوا الدببة، لكن كمان هتضربوهم. في دببة هيربو بتطير في كل مكان في الفصل، بيقعوا في كل مكان. الضربة الجاية بتروح لإيميلي. وبس، أليكس أخطأ الهدف والدب ضرب المدرس. سيب الفصل يا أليكس، أنت مش بتحب الدببة مش كده؟ دلوقتي دي فوضى. قد إيه ممل، الأصدقاء لازقين في الموبايلات. هي يا شباب، يلا نلعب مباراة في الحياة الحقيقية. استعدوا لجولة جديدة من تحدي هيربو. معنا ترابيزة ودببة هيربو وتكليف ومهمة جديدة. عدوا إيه أكتر لون في الدببة؟ كل واحد مع لون. يلا نبدأ. الأصدقاء قسموا العبوة كلها الألوان. أسرع قبل ما الدببة تهرب. أليكس كسب أول جولة، كان في دببة بلون أصفر أكتر في العبوة. الجولة التانية، المرة دي في دببة أكتر في العبوة. يا ترى مين هيفوز؟ خط مين من الدببة هيكون أطول؟ إيميلي بتتقدم بالدببة الأورنج. شغل هايل. ممكن أرجع للموبايل بتاعي دلوقتي؟ حصة رسم النهاردة هتكون بستايل جديد، الرسم بالهيربو. إحنا محتاجين نبتكر صورة بالجامي بيرز باستخدام الكاندي بدل الألوان. يلا نبدأ. التلاميذ جابوا لوحات كانفاس وبدأوا يبتكروا، كل الناس ما عدا إيميلي. ليه بتضيعوا الكاندي؟ الجامي بيرز دي شكلها بيبقى أحلى وهي في بقي أكتر من الصورة. وفي وقت ما أصحابها كانوا بيعملوا تحفهم الفنية بالجيلي، إيميلي كانت بتدوق كل الأطعم. الأخضر هو اللي بحبه، ارفعوا إيديكم. تومي وكريستي بيختاروا بحرص تدرج ألوان الدببة لصورهم، وإيميلي مش بتعارضهم. ده دب طعمه لذيذ. خرجت من كمها ورقة إيس، كارت معكوس. أنا هاخد صورتك منك يا صاحبي، وإنت هتاخد باقي القطع بتاعتي. كش ملك.
ده وقت تبعدوا ايديكم عن الشغل. صور هايله. ايه ده؟ قطع لاجزاء من اجسام دببه؟ ايه الصوره الحزينه دي يا توماس؟ البنات اتعزموا في مطعم هيربو المميز. الولاد هيطبخوا النهارده وهم عايزين يبهروا كريستي وإيميلي بوصفاتهم الهيربو الجديده. اختاروا تحليتنا الاحسن من منيو الهيربو. الزباين فكروا وهيتعشوا عشاء مدهش. الولاد عملوا احسن ما عندهم وطبخوا اطباقهم المميزه. استمتعوا يا بنات. طيب يلا نبدا. واول طبق في المنيو هو دببه البطاطس المقليه من توم. اضربوا بيضه واحده واطحنوا شويه مبشور جوز الهند وضيفوا جاميبير على عود اسنان. اغمسوه في مخفوق البيض وغطوه بمبشور جوز الهند. اعملوا ده تاني واقلوها بعمق من 10 ل 15 ثانية في زيت سخن وحطوها على مناديل ورق وتخلصوا من أي زيت زيادة. قدموا الدببة المقلية مع صوص الفانيليا. طعمها مش عادي خالص. في دببة سخنة تحت القشرة المقرمشة. إيه التركيبة دي؟ دي تحفة فنية من طبخات هيربو. لذيذة. كوكيز هيربو هي الطبق الجاي في المنيو. يلا نجهز التحلية دي. هنخلط 70 جرام زبدة مع 70 جرام سكر بني مع 50 جرام سكر أبيض وبيضة واحدة وسكر فانيليا. هنضيف شوية ملح وبيكنج صودا على 150 جرام دقيق. هنجمع المكونات الجافة مع خليط الزبدة ونعمل عجينة. هنشكل كوكيز مدورة ونضيفهم على صينية الخبيز ونغرس فيهم قطع جامي بيرز. هنخبز الكوكيز لمدة 15 دقيقة عند 180 مئوية. أليكس هو مبتكر الوصفة دي. الكوكيز طلعت هايلة، مقرمشة وبتمط في نفس الوقت. طبق يستاهل 5 نجوم ميشلان. دلوقتي يلا نستمتع بآيس كريم بطعم هيربو. شوفوا الكومبو ده يا بنات. قطعوا جامي بيرز بشكل ناعم وضيفوا آيس كريم واخلطوهم كويس وضيفوا الخليط في قوالب مصاصات وحطوهم في الفريزر. واو! إيميلي حبت الآيس كريم الدببة ده وكريستي كمان حبت طعم الدببة المنعش. الآيس كريم طلع لذيذ. شغل هايل يا توم. ودلوقتي يا بنات شوفوا شوكولاتة الجامي بير بتاعتي. أكيد هتحبوها. هندوب شوكولاتة ونضيف الشوكولاتة الدايبة في كيس معجنات. هنصب الجليز فوق قالب قطع الشوكولاتة، ما تملوهاش لحد الآخر. وضيفوا فيهم الجامي بيرز. غطوا الفراغات بالشوكولاتة وسيبوها تجمد. القطعة دي جرعة هايلة من الشوكولاتة والدببة. الوصفة دي متوارثة بقالها أجيال في عيلة أليكس. طيب يلا ندوقها. مش وحشة. الطعم غني ومش عادي. طيب ده وقت تجميع النتائج لمنافستنا بالهيربو. مين الفايز؟ البنات بدون تفكير صوتوا لتوم. الآيس كريم ودببة البطاطس المقلية اللي عملهم فازوا بقلوبهم. الولاد اخترعوا ألعاب جديدة بالهيربو. مسك الدببة ببقكم ما بقاش ممتع خلاص. احنا هنعمل مستوى جديد. كور السلة هيربو. انت لازم ترمي الدببة في السلة. مش أي حد ممكن يعملها من أول مرة. محتاجين تتدربوا. واو! ضربة هايلة. فريقنا هو الأحسن. كريستي زهقت من الفرجة على الشباب وهم بيحاولوا يلعبوا الرياضة دي. هي فكرت في حاجة أحسن. هنلف بوبر حفلة كبير بورق بأشكال جامي بير ونقص الفويل من فوق ونضيف جامي بير جوه بوبر الحفلة ونغطي الفتحة بلزق شفاف. يا ولاد مفاجأة. يلا نحتفل بانتصاركم باستخدام بوبر حفلات هيربو. دلوقتي انتم متغطيين بالدببة. عجبكم تحدي هيربو اللي عملناه؟ قولونا في التعليقات هتعملوا ايه بالجامي بيرز. يا ترى هتقلوهم في زيت ولا هتعملوا منهم تحف فنية؟